حكام مباراه الاهلي الجابوني تانجي مبيامي حكم الساحه قابل ميرو من جزيره ساوتومي مساعد اول، والجابوني اوربن اوندو مساعد ثاني، والجابوني سيرجو مكانجي حكما رابعا. دول حكام النادي الاهلي في مباراه اليوم. قائمه الاهلي مواجهه سادة بتجان، محمد مجدي قفشه، امام عاشور، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، خالد عبد الفتاح، اكرم توفيق، كريم الدبيسي، يحيى عطيه الله، عمر كمال، مروان عطيه، ومحمد مجدي قفشه، امام عاشور، عمر الساعي، رضا سليم، وكهربا بيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات.